السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم البرمجة باستخدام الديزاين باترن، والكورس اللي بيؤهلنا ان احنا نتعلم ازاي نكتب اكواد زي اللي بيكتبوها المحترفين في شركات البرمجة الكبيرة. النهاردة هنشرح اول تمبلت او سوري اول ديزاين باترن في البيهيفيرال ديزاين باترن، وهو التمبلت ميثود، فخليكم معنا. تخيل مثلا معايا انك انت بتفتح صفحة وورد جديدة، مطلوب منك تعمل شهادة مثلا لشخص متخرج، فممكن تفتح التمبلتس الجاهزة. طبعا التمبلتس الجاهزة دي كتير مننا استخدمها، وخصوصا مطورين الويب، لو هو عاوز يبني مثلا موقع جديد فبيفتح تمبلت جاهزة او بيشتريها ويبدأ يعدل فيها ويعملها كاستمايزيشن عشان تتماشى مع الحاجات اللي هو ايه عايزها. زي الصورة اللي انتوا شايفينها ديت كده دلوقتي، الابستراكت كلاس بتاعنا هو دوت اللي بيحتوي على التمبلت ميثود، والتمبلت ميثود ديت بتبقى معروف هي هتنفذ ايه، هتنفذ ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3. طب افرض انا عاوز امبلمنت في ستيب 2 بس، فممكن اعملها اوفررايد في الكلاس الثاني، ولو مثلا في 3 او في 1 بس يبقى 3 و1 ومش لازم 2، بعملها اوفررايد برضو هنا في الكلاس الثاني لو هو دوت ايه دريفن كلاس او كلاس هيورث من الابستراكت تمبلت بتاعتنا. تعالوا نشرح بمثال اكثر وضوح. لو انا ببني بيت، ماشي، بصممه مثلا كتصميم جرافيك، ايه الاحسن؟ ان انا اكون عامل تمبلتس وهم جاي مركبها مع بعض ومصنع البيت، ماشي، ولا ان انا اكون يعني عامل البيت كله في ميثود واحده، يلا عاملين البيت. فبالتالي لو عاوز اعدل على حاجه من دولت بس، لان طبعا انا مش هعدل على كل الكومبوننتس بتاعه البيت وانا ببني البيت، يعني دي الشبابيكه هيت ودي البيبان ودي الحوائط وبس، انا مثلا عاوز اعدل على السقف ده بس، اركب فيه شباك واركب فيه مدخله، فهعمل اوفرلود للباب اللي الجزء الخاص بالسقف، ماشي، الميثود ديت بس، ماشي، واعدلها واركبها في بقيه ايه التمبلت. يبقى انا عدلت هنا بس. في المثال الثاني هو عاوز يعدل الباب يخليه باب جراج كده اهو زي ما انتم شايفين، فبس مجرد هيعمل اوفرلود للميثود ديت بس، ماشي، ويبدا ان هو ايه يعدل فيها هي بس ويركبها في التمبلت. انا بيتهيألي الشرح بسيط جدا، لان والمثال ده رائع جدا، يعني لان الموضوع بسيط جدا، يعني انت مجرد ان انت عندك تمبلت هيت، لو جمعتهم مع بعض هتديك بيت ستاندر، بيت حاجه ستاندر. عاوز تعدل بقى، تزود حاجه، تنقص حاجه، هتاخد الميثود اللي انت، لو فرضنا ان كل واحده منهم ميثود، دي بتدرو الحوائط وبتدرو البيبان، دي بتدرو الشبابيك ودي بتدرو السقف، لو ركبتهم مع بعض هيدوكوا البيت الايه اللي هو السيمبل دوت او الستاندر ده. طب انت مش عاوز الستاندر، هتاخد بس الحاجات اللي انت عاوز تغيرها من هنا وتعمل لها اوفرلود، ماشي، وهتديك النتيجه اللي انت عايزها هنا اهوت. مثلا هنا لما حب يعدل السقف، وهنا لما حب يعدل الباب وخلاه بدل ما هو باب خلاه باب جراج تاني، هو ده الاوفرلود اللي هو عمله، ماشي. وبقيه التمبلت لا، ركبت زي ما هي، تلاقي هنا السقف هو لسه هو، شبابيك هي زي ما هي، والحوائط ايه زي ما هي. فاذا انا عدلت في نطاق ضيق جدا، ماشي، بس احتفظت ببقيه ايه التمبلت ميثود بتاعتي. وده طبعا هيساعدني في ان انا اريديوس كميه اكواد كبيره جدا، لان مثلا ببني، لو بعمل لعبه وفيها بيوت بس بغير حاجه بسيطه في البيت من هنا لهنا، او بعمل شخصيات بغير حاجه من هنا لهنا، فمش هضطر ان انا اقعد ارسم او اعمل الكود كذا مره، لا بكتمه مره واحده بس وببدا استعمله، بعمل اوفرلود في الحاجات اللي انا عاوز اغيرها بس. تعالوا بقى ناخد مثال عملي في البروجكت بتاعنا اللي احنا شغالين فيه من اول الكورس دوت. ممكن نعمل اد ونعمل نيو فولدر ونسميه هنا
تمبلت ميثود. تمام كده اهوت. هاجي هنا في التمبلت ميثود وادوس اد واضيف كلاس، ماشي. ممكن على طول اسميه الابستراكت كلاس وادوس اد، ماشي. طبعا الابستراكت كلاس ده خليه ابستراكت، خليه بابليك طبعا عشان ايه نعرف ناخده من بيت المشروع. اوكي، وتعالوا نعمل فيه مجموعه ايه ميثود. اضفت شويه ميثود في الابستراكت كلاس بتاعي، ميثودز عاديه بروتكتد، ماشي، وابستراكت ميثودز يعني لازم يحصل لها امبلمنتيشن، يعني انا مش هينفع ان انا ادخلها دي لازم تتعدل، يعني ديت ممكن يستخدمها هو من غير ما يعدلها، وهنا لازم يعدلها، وهنا ممكن يعدلها وممكن ايه ما يعدلهاش. اوكي، لانها طبعا هنا ايه فيرتشوال فويد. اوكي، تعالوا بقى نصمم الديزاين باترن بتاعنا اللي هو التمبلت ميثود بتاعتنا، وتعالوا نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بكل بساطه هعمل ميثود كده اهوت، وادخل فيها الفانكشنز اللي انا عاوزها من الكلاس دوت. ممكن ادخلها كلها لانها في النهايه واحد مثلا زي ما قلنا المثال بتاع البيت، واحد بيبني السقف، واحد بيبني الحوائط، واحد بيبني الارضيه، واحد بيبني الشبابيك كده، ماشي. بس في النهايه هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الستاندر بتاع الكلاس دوت اللي هو الابستراكت كلاس. طيب تعالى بقى نعمل اثنين كلاسز، وكل كلاس مثلا ايه بينهرت من الابستراكت كلاس دوت، وفي النهايه هيطلعوا نتيجتين ايه مختلفين. هنيجي هنا اهوت ونأد نيو كلاس، خليني نسميه كونكريت كلاس او كلاسز، نضيفهم هما الاثنين في فايل واحد مفيش مشاكل، وندوس اد اهوت ادي الكونكريت كلاس. طبعا نخليه هنا ده كونكريت كلاس 1 اللي هيورث يعني من الكلاس الاولاني، ونعمل واحد تاني كونكريت كلاس ونسميه 2. هنيجي هنا اهوت كده خليه بابليك، وده كمان نخليه بابليك، والاثنين نعمل لهم انهيرتنس من الابستراكت كلاس. اوكي، هتلاقي هنا ان هو طبعا هيطلب اللي هو امبلمنت ابستراكت كلاس، الاثنين اللي هم الميثودز الابستراكت لازم يحصل لهم امبلمنتيشن، ماشي، والتانيين اللي هم الفيرشوال لو انت عايز او لو انت ايه مش عايز. اوكي اهو امبلمنت، تمام كده اهوت، بس دولت اللي هو ايه ريكوايرد اللي هم ايه دولت اللي هم الابستراكت، لكن الفيرتشوال انت وراحتك، ماشي، ودولت برضو بس هنا دولت بينفذوا اكواد، الفيرتشوال مش بينفذوا اكواد. تعالوا بقى نشوف معانا، هاجي هنا اضيف الاكواد ديت اهوت، بس مجرد ان انا عملت غيرت في الريكوايرد اوبريشن 1 والريكوايرد اوبريشن 2، ماشي، غيرت فيهم اكواد، ضفت اكواد جديده، فغيرت في التمبلت الاساسيه اللي موجوده في الابستراكت كلاس ديت، ماشي، فانا كده عدلت فيها اهوت. طبعا اضفت الاكواد بتاعتي، طبعا في الحقيقه هتبقى اكواد اعقد من كده، بس انا بحاول احط ابسط اكواد عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنشرح وبنقول ايه. وبس هنا هنبدا في الكونكريت كلاس 2، هناخد برده الاثنين الريكوايرد هنعدل فيهم، بس هناخد واحد من الهوك هنا نعمل له اوفررايد فويد، ماشي، ونضيف له حاجه جديده برده للتمبلت مش هتتنفذ في الكلاس الاولاني، وهو ايه الهوك واحد دوت، ماشي. وزي ما انت عايز بقى، عاوز اوفررايد اي ميثود ثانيه وتعدل فيها زي ما انت عايز، في النهايه لما هيجي رن التمبلت دوت، التمبلت ميثود ديت هيرن هينفذ الاكواد اللي انت ايه عدلتها هنا مع الاكواد اللي انت ايه ما عدلتهاش اللي هي بتاعت ايه الستاندرد اللي موجوده في التمبلت ايه بتاعتنا. تعالوا نعمل بقى الكلام ده امبلمنتيشن. هروح لبروجرام، ممكن نمسح الاكواد اللي فيه كده، اوكي، وممكن نمسح الحاجات اللي هي الثانيه الباصز ديت، ماشي، ونبدا نكتب الكود دوت اهو. عملنا كلاس، خلينا نوعه سميناه كلاينت، وهنديله هنا الابستراكت كلاس كبارامتر، ماشي اهوت، استخدمنا الباص بتاعه، ماشي، وهنا ابستراكت كلاس هيوز ايه التمبلت ميثودز دايركت، ماشي، مع ايه هنا الكلاينت كود اول ما تبعت ايه الابستراكت ايه كلاس ليه. هنستخدم بقى الاكواد ديت، هنقول له هنا كونسول رايت لاين
ان ده الكود بتاعنا، بس هنبعت له الاول الكلاس الاولاني اللي هو الكونكريت كلاس 1، وبعد كده هنبعت له نيو من كونكريت كلاس 2 ونشوف النتيجه. هتلاقيه ان هو ايه، استخدم 2 تمبلت او استخدم نفس التمبلت بس بتعديلات. فاذا انت تقدر تستخدم نفس الكود بس تعمل عليه التعديلات البسيطه بتاعتك عن طريق التمبلت. وندوس رن كده اهوت، وزي ما انتم شايفين اهوت، ادي الكلاس الاولاني نفذ الجزء الخاص بالتمبلت اهو، وحط الاضافه بتاعته اللي هو الكونكريت كلاس 1 والكونكريت كلاس 2 والباقي كله من التمبلت الاولاني ماشي، وما استخدمش الهوك. وهنا اهو استخدم نفس برضو، عمل نفس الحركه وزود عليهم الميثود ايه، الهوك. فاذا احنا استطعنا ان احنا نعمل تمبلت ونعدل فيها، ولو استخدمته خالص من غير تعديلات، اللي عملت كلاس تاني ومحصلش تعديلات، هتلاقيه بيستخدمه بنفس ايه الطريقه اللي انت عايزها. ودي الفكره والقوه اللي بيديها لك استخدام ايه التمبلت كلاس في الديزاين باترن، او التمبلت سوري ميثود في الديزاين باترن. في النهاية يا ريت الناس تكون استفادت من اللي احنا بنقوله دوت، وتكون مستوعبة كويس احنا بنقول ايه، ويا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى ان الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تبص بص على اللينكات اللي في الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا فيها لينكات كويسة جدا ممكن تساعدك في طريقك في تحقيق حلمك في تعلم البرمجة. وفي النهاية بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه.